كأنما يحرث المزارع أرضه ويغرس بذوره فيها، حينها تكون يده قد امتدت بالخير لأسرته وللوطن وللبشرية جميعها، لأنه ينتج للآخرين غذاء ويبذر الحياة. ورثنا هذه الزراعة من آبائنا، وبدأت أزرع في هذا المشروع الرائع. هو المشروع التعاوني الباقير العلفون، فمتخصص في زراعة الطماطم قرابة 5 سنين في هذا المشروع، فاستفدنا كثير من هذا المشروع ولم نخسر فيه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فنحن بنتوكل على الله سبحانه وتعالى وبنبدأ نؤجر من أصحاب الأرض لمدة سنة أو لمدة 6 شهور، فبنزرع الطماطم في هذا المشروع، والمشروع له إدارة متميزة جدا جدا، يراقبون المزارعين ليلا نهارا، فالحمد لله الري الانسيابي مضبوط تماما، لم نشكو من السقي للزراعة، والحمد لله السنة دي بفضل الله سبحانه وتعالى المشروع منتج إنتاج فائق جدا جدا لم نره في السنين الماضية. فالفدان السنة دي لو زمان يعني بيطلع 3 دفارات ولا 2.5 دفار، السنة دي بيطلع 5-6 دفارات. الدفار بتاع الكرتون فيه 226 كرتونة، وبتاع الصفيح يعني بشيل 336 صفيحة. فالسنة دي الحمد لله سبحانه وتعالى، ما إنه السوق يعني ما أسعاره ما عالية، لكن الإنتاج بيغطي الخسارات وما شابه ذلك. وتجربتنا كمان السنة دي الشطة الحراقة والأسود لأول مرة أزرعين، والحمد لله يعني نجح النجاح ما شاء الله. الشطة الحراقة دي يعني اللقطة الواحدة بتلقط 60 شوال أو 58 شوال، دي حاجة يعني لمسناها حاجة حقيقية. والأسود يعني 3 فدان، قرابة 3 فدان، آخر لقطة كانت يوم الأربع، يعني اللقطة اكتملت عملت 108 شوال. فده إنتاج بفضل الله سبحانه وتعالى عالي جدا جدا بجهد من الإدارة القائمة على هذا المشروع. أخونا إبراهيم ما شاء الله هو يعني مشرف على المياه وعلى الطرق، وأخونا يوسف السر وأخونا النعيم كلهم يعني والله العظيم ما قصروا، والدعمي كمان ناس ديوان الزكاة ونزل، والمرشد الزراعي برضو قاعد يجينا يمر علينا هنا. فالمشروع ده يعني ما شاء الله منتج لدرجة أنه ما في مشاريع هنا لا العسيلات وإلا الجنيت. الجنيت ده طبعا بالزرع شهر 10 وشهر 11، المشروع ده هنا بالزرع شهر 12 يوم 15 يوم 20، وبعد ده بينجح نجاح شديد، والناس ما شاء الله السنة دي مستفيدين، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى. هي روح المسؤولية وقيمة العمل، هي فضيلة الإعمار، والأرض لا تبخل على الساعين للرزق الحلال كما السماء تجود بالماء معينا. فالساعون بالخير وسط الناس والمتوكلون على الله يعينهم ويبارك في أرزاقهم وفي أعمارهم. المشروع مفتوح للمساهمين، يعني احنا مهمة إدارة المشروع توفير الموية للري للمساهمين، لكن الزراعة فيه اختيارية، كل مزارع عنده الحق في اختيار المحصول اللي بيرغب في زراعته. المشروع ده تأسس سنة 1974 بمجهود كبير جدا جدا من بعض أهلنا، كلهم أغلبهم توفاهم الله، يعني إن شاء الله يكون كله في ميزان حسناتهم. أنجزوا عمل كبير جدا جدا بإمكانيات محدودة جدا جدا، والمشروع الحمد لله أصبح يعول آلاف الأسر وينتج إنتاج يغطي برضو يمكن 4 أو 5 ولايات. إحنا الآن عندنا الطماطم، ويمكن بعد شوية حنشوفها في الإنتاج. الطماطم المشروع في اليوم بينتج حوالي 700 طن اليوم الواحد، يعني أباوي 7700 ألف كيلو.
اللي هي 700 طن لتعادل 700,000 كيلو. المشروع بيغطي ولاية الخرطوم بمدن الثلاثة، في كمية منه بتمشي لمدني، في كمية بتمشي لقضارف، في كمية بتمشي كوسي، في كمية بتمشي سنار. والغرض من ده عشان ما يحصل إغراق للسوق، يعني الكمية دي كلها دخل سوق الخرطوم بمدن العاصمة بمدن الثلاثة يمكن ما يستهلكوها، ويحصل إغراق ينخفض الأسعار، والمزارع تاني ما حيزرع لأنه راح يكون بيغطي خساراته. احنا عشان نطلع من حكاية الإغراق الأسواق دي فكرنا في أن نفتح أسواق حولنا، فمساحاتنا بتطلع في أو كمياتنا بتطلع في الولايات الأربعة من الأبيض، سنار، الجزيرة، والقضارب بجانب الخرطوم. الطماطم يعني بنزرع العلف، بيزرعوا الأسود، بيزرعوا الشطة، بيزرعوا المنتجات الخضروات الثانية، لكن ميل للزراعة هي طماطم. الطماطم بكمية كبيرة زي دي إن شاء الله تكون مغطية ومجزية للمزارع وتشجعه عشان يزرع أكثر. الأخوان اللي ساهموا معنا في إدارة المشروع وساهموا معنا في تأسيس العمل فيه جزاهم الله خير بهذه الجهات مختلفة، يعني إخواننا في الإرشاد الزراعي كان لهم دور، إخواننا في وزارة الزراعة كان لهم دور، في الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم كان لهم دور، فكلهم متضافرين مع بعض بجانب اللجنة، يعني المشروع بيمشي بالطريقة إن شاء الله تكون مرضية لنا وللمزارع اللي بيزرع فيه. ولأن الله سبحانه وتعالى يسخر الناس لإعانة بعضهم البعض، جعل من شعيرة الزكاة بابا للتكافل والمساندة بينهم، فتبنى ديوان الزكاة ولاية الخرطوم مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة والمحتاجة للعون، لتكون يدهم ممدودة بالعمل وبالإنتاج لخيرهم وخير الناس. المزارع ارتقى إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى بعد الدعم التغني اللي جاء من ديوان الزكاة تبرعا لهذه المزارعين في هذه المنطقة، وخاصة المزارعين الذين أغمرهم البحر على الشريط النيلي حوالي 3850 فدان، وجمعية الباقير اللي تأثرت في مساحة بتاعة 225 فدان. هذا الدعم الذي أتى لنا من الديوان لحد الآن في الإحصائية بتاعتنا وصلنا 650 مزارعي دعما من الديوان بهذا السماد، وعندما دعمناهم بهذا السماد وهو سماد تغني أحضرنا مفتشين زراعيين. المفتشين الزراعيين على مرحلتين، مرحلة مهندس زراعي ومرحلة مهندس تركيب الأسمدة للخضروات، لأن نحن في شغلنا العادي التقليدي بنستعمل اليوريا، ولكن الزراعة التقنية بتتطلب أن يكون في دراسات فنية ودراسات تقنية على أساس أنه نحن ننقل المزارع ده من الزراعة التقليدية للزراعة التقنية. والحمد لله هذا العمل ده لما تم من يوم 15/11 سنة 2018 استلمنا كل المواد دي، واستلمنا خراطيش لهذه الطرمبات 24 بوصة، واستلمنا خراطيش للطرمبات الصغيرة 12 بوصة، والحمد لله يمكن تكون موجودة الآن كلها تحت الإعلام. وكانت مشاريع الإنتاج الزراعي الفردية والجماعية منها هي الأكثر حظا بالرعاية والدعم، فعمل على تمويلها وتوفير المياه والأسمدة الأفضل والكوادر العلمية الخبيرة لتكون عونا للمزارعين. مشروع الباقير الزراعي السنة دي غيرنا في طريقة الأسمدة. زمان الأسمدة كانت أسمدة تقليدية باليوريا، السنة دي إدارة المشاريع ديوان الزكاة ساعدتنا في أسمدة حديثة، دخلناها لأول مرة بدينا بالأسمدة مراحل. أول حاجة بدينا بالأسمدة النيتروجينية، جولنا اليوريا فسفيت، استخدمنا سلفات الأمونيا في مرحلة النمو، بداية مراحل نمو النبات. المرحلة الثانية استخدمنا فيها الفسفور، جولنا أسمدة فسفور استخدمناها في المرحلة بتاعة التسيير. والمرحلة الثالثة استخدمنا أسمدة بتاعة البوتاسيوم، هذه لأول مرة تستخدم في هذا المشروع طرق التغنية الحديثة في المشروع، طريقة السمادة الحديثة. فزمان النبات إذا كان مزهر كانوا يجيبوا اليوريا من شتيتها، إذا كان بيلقط برضو يجيبوا اليوريا من شتيتها، فكان بتخلق لنا إشكاليات والمزارعين ما كانوا عارفين الكلام ده. فالحمد لله بتوفيق الله جيت وقفت وأشرفت على المشروع، وبدينا ببداية الزراعة بكبريتات الأمونيا أو سلفات الأمونيا في المراحل الأولى،
بدينا خشينا في المرحله بتاعت التسهير بعد ال 45 يوم بالنسبه للطماطم، خشينا في مرحله التسهير. طوال اشتغلت معاهم في الفسفور، بعد المرحله بتاعت الفسفور خشيت معاهم في مرحله بتاعت البوتاسيوم في مرحله بتاعت الانتاج. والحمد لله بتوفيق الله سبحانه وتعالى انتجنا كميه كبيره جدا من الطماطم بشكل وطعم ولون رائع جدا جدا. وفاض خير المشاريع وتدفق كرم الأرض فغمر الأسواق بالمحاصيل والخضروات الأجود، فكانت مشاريع للنماء والإعمار، وكانت بابا من أبواب الرزق لعدد كبير جدا من الناس. مشروع في أكل وشراب ما فيه خسارة، لأنه الأكل والشراب مربوط بالسوق. كنا بنعاني معاناة ما عادية 8 يوم و9 يوم، هسه الحمد لله بنقوم بكرة إن شاء الله إذا ربنا هون بكرة قايمين على الشوال لأنه بداية الموسم بدأ. كنت عندي كافتيريا في أكاديمية المنهى للعلوم الجامعية قريبة من ديوان الزكاة. حصل الظروف إنه الكافتيريا قفلت لأنه الجامعة رحلت إلى شرق النيل. اضطريت أقعد في البيت. ناس الديوان قال لي شادية أنتي وقلت أصلك زولك بتشتغل وعندي خبرة عن الطبيخ، ممكن أقدم لمشروع بتاع كافتيريا ونحن نساعدك. أما الحمد لله والشكر لله دوني 200 صحن، 3 حلل، 3 صواني. باقي المشروع في حدود 20 مليون وتلاقي دي فريزر. ال 20 صحن ديل كانوا بنأجرهم، الصحن بنأجر بجنيهين بثلاثة. حاولنا نستثمر، قلنا إذا ما في شغل بتاع مناسبات نقوم نأجر الصحانة والعدة. بقينا نأجر العدة والصحانة ما بندخلهم في بطننا، بنقوم نشتغل بيهم نشتري بهم صحانة. الصحانة دي بقت تولد الصحانة يعني من 200 ل 400، والحمد لله بفضل الله عملنا 600 صحن. ال 600 صحن ديل ما شاء الله بيغطوا، اذا انا اشتغلت مناسبه ما بحتاج صحانه من برا. اذا الصحانه المناسبه في حدود 500، اذا الصحانه في عايزه 1000 صحن عندي بعض الناس بتعامل معاهم واجر منهم صحانه باقل التكلفه عشان ازيد بهم المشروع بتاعي. المشروع اتطور من ايجار عده واكل بسيط إلى مناسبات، وبقيت أمسك مناسبة مناسبتين ثلاثة. الحمد لله الأمور مشت تمام. عندي بنتي معي في البيت بيساعدني، بنشتغل فطاير. كنا من الفطاير دي هي بقت تشتغل الفطاير، أنا بشتغل اللحوم والحاجات التانية. لقينا نفسنا محتاجين لي مساعدة، بنزيد العمالة، بنجيب أولاد طباخين اللي كانوا معنا في الكافتيريا بيشتغلوا معانا. الحمد لله المشروع ده بقى بدل يمسك أسرة واحدة مسك 3 4 5 أسر، والحمد لله الامور ماشيه والحاله باسطه وما قاعدين يعني ما محولين لحاجه. كم ما اشتغلنا مناسبه الصحانه دي تكفينا ايجار العده. احيانا ما بكون في مناسبات بنضطر نشتغل فطاير بسكويت حسب الطلبيات. ما في طلبيات بنكون قاعدين في البيت استنواي، يلا عندنا فكرنا في انه نعمل شغل اسبوعي، مسكنا لينا اسره واسرتين طبيخ بالاسبوع، نوضب الحاجات هنا في البيت ونقوم نشيل اللي نمشي بيها. الواحد يطلع من الصباح للمساء يكون جاي غطى لشغله وشغل اسبوع اسبوع يعني بدل يوم واحد يومين. شغل الاسبوع ده كله انا بكون اشتغلته في يوم واحد، وباجي البيت زولة تعبانة ومرهقة برتاح اقعد يومين ثلاثة، اليوم الثالث كمان بفكر في انه اشتغل شغل ثاني. في الاسبوع بعمل لي مناسبة هناي اسرتين، اكثر من اسرتين بيكون الشغل مرهق مرهق بالنسبة لي. بعدين الصحة برضو دايرة مضاربة شوية كده. أي مشروع في أكل وشراب ما فيه خسارة، لأنه الأكل والشراب مربوط بالسوق. سنويا بنمشي موسم الشوال، يعني بنمشي الحديب ونجي نازلين من الحديب، نجي لغاية قولي ورجعين نازلين ود الزاكي، وبنجي الهشابة، بنجي أركز. يعني عادة بنقوم كل موسم، يعني كنا بنعاني معاناة قبل الدوام ما يدينا الغوارب دي، كنا بنعاني والله بنصل في 7 و8 يوم، لأنه كنا بنعتمد على الريح بنشرع، ما كان عندنا ماكينات، 8 يوم و9 يوم،
وفي واحدين يمرضوا بالشارع ملاريات هنا. الحمد لله سبقنا بما جاتنا الماكينات دي. بنقوم الموسم الفات انا وشريكي ده قمنا يوم الثلاثاء، قمنا يوم الثلاثاء الساعه 11، الساعه 11 نحن بالضبط كده يعني الساعه 4:30 5 نحن في الهشابه كنا، ويعني في خلال قسمنا نص يعني الدوام، كنا بنقوم الصباح بنخش الدوام الساعه 4، الساعه 5 بنخش. كنا بنعاني معاناه ما عاديه 8 يوم و9 يوم، هسه الحمد لله بنقوم بكره ان شاء الله اذا ربنا هوى بكره قايمين على الشوال، لانه بدايه الموسم بدا. كنا بنعاني معاناه ما عاديه، بنصل في 8 يوم و9 يوم، هسه الحمد لله يوم والثاني نحن في الشوال. ودي برضه محمده من الحياه اللي، وهنا اضفنا للغارب ده برضه في بعض الحياه هي ما كانت جات معانا، لكن كنا بنصطاد عشان نربط شوال السمك، لقيناه عقبه نخط سمكنا وين، فاضطرينا انا وزميلي ده مشينا جبنا لنا شعر اللي هو بيشتغل بيه الفايبر ده والماده، جينا برانا بطريقتنا، جينا ذاته نرجع للمكنه كل شهر 20 جنيه 30 جنيه بيناتنا يوميا، لقينا رزق نرجع 20 50، نخط احتياط انه لا قدر الله حصل لاي عطل نقدر نوديها نصينا بطريقتنا. انا زكا كان دايما معاي بيقول لي اذا احتجت لاي حاجه مدينا، والحمد لله ما كنت بحتاج. المشروع ذاته كان هو الركيزه اللي على حيل يعني. وقلنا الديوان ادانا ثاني ما في داعي نجي للديوان لاي شيء.